الحمد لله معنا عدينا ماتش باهي وتمكنا باش نروحوا بتروا با مهمين، ومازال اهم معنا في ماتش الرتور معنا نهار ثلاثة ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم، وان شاء الله نعملوا ريزلتا باهي معناها سورتو تعادل ولا ربح معناها ليسونسيال ما نخسروش، ومازالت معناها الاهم مازال غادي ان شاء الله يطلع. اليوم رينا 60,000 متفرج ورينا الجرينتا موجوده في المنتخب الوطني هو اللي قلع 3 بوان. اكيد معناها جمهور كبير وعاوننا داز معنا للاخر سورتو كي رجعوا معناها زادوا شجعونا جمهور يعطيهم الصحه معناها نشكرهم برشا ونهديو لهم الانتصار هذا والحمد لله معناها. ماتش صعيب في الروتور ماتش كونتر يعني 60,000 متفرج غادي في الكونغو كيفاش باش تحرضوا؟ اكيد معناها ماتش مش باش يكون سهل كما قلت لك لازم نعملوا ريزلتا باهي غادي معناها ليسونسيال ما نخسروش وان شاء الله نعملوا ماتش معناها برشا قليل معناها كما اليوم وان شاء الله نروحوا بريزلتا باهي ان شاء الله. كيفاش لقيت روحك اليوم مع غيلان شعلان؟ والله تبارك الله عليه معناها عاوني برشا وماشي في بروغريسيون كبيره معناها غيلان تبارك الله عليه وكملنا بعضنا كما يلزم ان شاء الله الماتش الجاي يرجع معنا في رجالي ومعناها تكتمل في الوسط وان شاء الله ما نلقاوش حتى مشكله ان شاء الله. نحكي على البلانتي انت كنت ديزيني ولا انت خذيت لا انا كنت ديزيني ديجا من البارح كنت ديزيني باش شوت ان بلانتيات الحمد لله توفيق من عند ربي العاد ما عليك كان يزيد يخدم على روحه يزيد يولي روحه ان شاء الله جاي المنتخب ان شاء الله جاي خير المنتخب ان شاء الله. الهدف لك المنتخب شعورك سجلت هدف قدام 60,000 متفرج؟ الحمد لله العبد يفرح ويحط ساقي في القاعة ويزيد يخدم على روحه هدف باهي في نهار مبارك كما العيد الكبير دونك فرحنا الشعب التونسي ان شاء الله نزيدوا نفرحوا في الروتور غادي وراحوا بالكاليفيكاسيون ان شاء الله. ماتش صعيب سورتو على الديفونس في الروتور. سي سيو الماتش صعيب على الناس الكل شفت جماعية ايكيب ناسيونال باهي ماهيش خايبة محترمة على الاخر دونك نحن محضرين روحنا للسيناريوهات الكل وقدرة ربي فما كان رجال ان شاء الله. تعليم الكل مبروك على تونس الكل ان شاء الله عيدكم مبروك تونس الكل وان شاء الله اليوم بالفرحة تعديت عيد عيدين على تونس الكل ان شاء الله. مازال تفصلكم على كاليفيكاسيون كوب دي موند. مازالوا 3 بوان ومازالوا فما 3 ماتشات لكن البليز امبورتون هو الماتش الجاي بالنسبة لنا احنا توا صحيح صحيح ربحنا الماتش نتاع اليوم صفحة ونحاولوا نطويها في أقرب وقت خاطر ما عندناش الوقت الكافي باش نحضروا الماتش عندنا 3 أيام باش نلعبوا الماتش الجاي إن شاء الله نكونوا حاضرين ونحاولوا ناخذوا الحاجات الباهية اللي عملناهم في الماتش نتاع اليوم والحاجات الغلطة نحاولوا نصلحوهم إن شاء الله ربي يجيبنا في السوق إن شاء الله. زين كارتون باش تخليك باش تحرمك تطرح الروتور ياسين؟ والله يضر لكم شفتوا الناس الكل معناتها يضر لي بلانتي ما فيها بلانتي يضر لي ما فيها حتى شيء أربيت ربي يهديه صحيح تغيظ معناتها واحد مش باش يلعب في الكونغو ما ان شاء الله اصحابي يكونوا حاضرين كما يلزم ونروحوا معناتها الناس كل نتيجه ايجابيه من غادي ان شاء الله. تمشي غدا ولا بالطبيعه ان شاء الله بالطبيعه هذاك سبيريت ايكيب معناتها حتى واحد معناتها حتى يكون معهم معنويا ان شاء الله ان شاء الله نكونوا حاضرين سيرتو خاطر باش يكون ماتش اصعب من ماتش هذا ان شاء الله نحضروا كما يلزم كل شيء يمشي في تونس اليوم الا طه ياسين الهداف ما ريناش مارك اليوم. والله يضر لي معناتها نلعب 11 واحد معناتها صحيح يمكن راتي دوز اوكازيون معناتها مانيش مستانس راتي يوم ان شاء الله ان شاء الله نعوضهم في ماتش اخر ان شاء الله.